طيب أنا معايا على التليفون لشرح كل هذه المعلومات والتأكد من فكر طعن نادي الوداد على قرار المكتب التنفيذي الناقد الرياضي المغربي الأستاذ جمال الاستيفي. أستاذ جمال، مساء الخير على حضرتك. مساء النور، مساء النور عليك وعلى الإخوة والأخوات في مصر. جايين مصر إمتى إن شاء الله؟ كأس الأم خلاص الأسبوع القادم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. تنوروا مصر بإذن الله. توفيق للمنتخب المغربي والمصري ولجميع المنتخبات العربية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية إن شاء الله. أكيد ننتظر بالتأكيد وجود وفد إعلامي ووفد من الجماهير المغربية، وحسب ما أعلم إن هناك يعني تسهيلات في وجود الجمهور المغربي إن شاء الله خلال الفترة القادمة. تنوروا وتشرفوا مصر إن شاء الله، وكل التوفيق للمنتخب المغربي والمنتخبات العربية كلها في البطولة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله، والمؤكد أنه غيكون يعني وفد إعلامي مغربي كبير، وأيضا يعني غيكون جمهور مغربي كبير يحضر لمصر لتشجيع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية إن شاء الله. طيب، هل حقيقي حسب ما أعلن النهارده في إذاعة راديو مارس المغربية أن نادي الوداد سيتقدم بطعن أو تقدم بالفعل لدى المحكمة الرياضية الدولية يرفض فيها إعادة المباراة ويطلب تتويجه باللقب الإفريقي؟ هو بالنسبة يعني لهذا الملف، اللي كل مرة هناك مسلسل وحلقة جديدة في مسلسل مباراة الوداد والترجي، يعني مسلسل فضيحة رادس، دائما هناك دائما حلقات جديدة في هذا المسلسل. من المؤكد ان هناك فئات كبيره من جمهور الوداد تطالب ايضا بلجوء الفريق الى محكمه التحكيم الرياضيه الطاس، لانها تعتبر ان من حق الوداد ان يحصل على يعني ليس فقط على يعني اعاده المباراه، وانما ان يحصل على اللقب يعني بحكم من يعني من محكمه التحكيم الرياضيه الطاس. ما استطيع ان اؤكده لك هو انه اداره الوداد تهيئ بدورها ملفا بوضعه لدى محكمة التحكيم الرياضي الطاس. حسب معلوماتي هناك ملف يتم تهيئه في هذا الصدد، لتعرف انه الجامعة التونسية ومعها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد توصلت يعني بشكل رسمي بالقرار الصادر عن المكتب التنفيذي للكاف والقاضي بإعادة المباراة في ملعب محايد، وانت تعرف ان هناك اجل لمدة 10 ايام لوضع الطعن لدى محكمة التحكيم الرياضي الطاس. وانا حسب معلوماتي ان ادارة الوداد تهيئ ملفا كاملا في هذا الاتجاه تحسبا لاي مفاجآت، وايضا من اجل الحصول على ما يعتبره فريق الوداد وجمهور الوداد حقا ضائعا له في مباراة الوداد والترجي التي اعترف يعني انا حصلت على نسخة يعني من المراسلة التي بعث بها الاتحاد الافريقي لكره القدم الى فريق الترجي التونسي، ومن خلال وايضا لفريق يعني الوداد من خلال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، فيها جاء فيها بالحرف ان شروط اللعب وشروط السلامه لم تكن يعني متوفره في المباراه. وحينما نتحدث عن شروط السلامه نحن نتحدث عن الشروط يعني التنظيميه، الشروط الامنيه التي رافقت المباراه، ولا ليس هناك حديث عن الامن يعني في تونس، وانما الحديث عن ما حدث في يعني في على ارضيه الملعب، ايضا داخل الملعب شروط اللعب داخل الملعب، ايضا شروط اللعب يمكن ان ندخل فيها ايضا غياب تكافؤ الفرص فيما يتعلق باستخدام تقنيه الفار التي كانت حاضره في مباراه الذهاب بالرباط لكنها لم تكن حاضره، وكان هناك تدليس وهناك غش وفي يعني وايحاء بان تقنيه الفار مستخدمه من خلال وضع شاشه في منتصف الملعب قبل ان يتبين أن تقنية الفار لم تكن حاضرة بشكل نهائي في مباراة الفريقين التي جرت في ملعب ريد. أكيد، طيب هو أكيد نادي الوداد ونادي الترجي هينتظروا للساعات الأخيرة في اليوم العاشر لتقديم الطعن، لكن واضح كده من المعلومات أن هيكون الطعن من كلا الناديين، في حين أن النهارده نزل في صحيفة الصباح التونسية لوليد العارم عضو مجلس إدارة نادي الترجي قال أن الترجي أساسا يرفض إعادة المباراة ولن يطعن على القرار. وإذا لاحظت يعني من خلال متابعتي أنا شخصيا لتصريحات مسؤولي الاتحاد التونسي وأيضا مسؤولي الترجي التونسي، هناك نوع من التباين ومن التناقض بين ما كان يصرح به مسؤول الاتحاد التونسي والترجي في باريس يعني قبل صدور حكم الكاف، وبعده ثم تصريحات أخرى بعد عودتهم إلى تونس. رئيس اللجنة القانونية في الترجي التونسي كان في وقت سابق يقول أن الترجي إذا لجأ إلى الطاس سيربح القضية، لكنه حينما جاء إلى تونس أصبحت له نبرة أخرى، أصبح يقول أن إحالة الملف لدى الطاس
ستكون مهمة صعبة أمام الترجي، وفي هذا أيضا تناقض مع ما كان يقوله السابق. أيضا وديع الجري الذي كان يقول أن لجوء الترجي إلى الطاس سيمنحه يعني اللقب أصبح يتحدث بنبرة أخرى، بل إنه قال أن إذا لجأ الترجي إلى محكمة التحكيم الرياضي الطاس فإنه سيواجه بعقوبات من طرف اتحاد أفريقيا لكرة القدم. تمام. وهذا أمر غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الطاس هذه أعلى هيئة يمكن اللجوء إليها، وبالتالي اللجوء إليها ليس مبررا للمكتب التنفيذي للكاف أو لأي هيئة أخرى أن تصدر أحكاما ضد من يقاضي مثلا الاتحاد الأفريقي أو الفيفا لدى محكمة التحكيم الرياضي. أنا أعتبر كل هذه الأمور هي تمهيد لعدم لجوء الترجي لمحكمة التحكيم الرياضية الطاس. طيب جمال، سؤال أخير قبل ما أطلع فاصل في إجابة سريعة. المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي سينعقد يوم 18 يونيو الجاري، هذا الاجتماع قد يشهد تعديل في اختيار الفرق التي ستشارك في البطولات الإفريقية، وبالتالي إذا حدث تعديل سيتم تغيير موعد القيد الإفريقي ومواعيد اختيار الأندية من الاتحادات الآلية اللي هتشارك في البطولات الإفريقية، صحيح؟ صحيح. بالنسبة لمواعيد القيد الإفريقي هناك يعني مراسلة فيها تغيير بما يفسح الفرصة لمجموعة من الأندية لقيد لاعبيها. أيضا بالضبط. هناك نقطة مهمة يعني فيما يتعلق بأن الفائز بلقب الكأس الاتحاد الإفريقي يمكنه أن يشارك بشكل مباشر في دوري الأبطال الإفريقية كما دوري الأبطال كما يحدث. تمام. في أوروبا أتصور أن هذا أمر مهم جدا، وأيضا يعطي قيمة للفائز باللقب، وقد يلقي الفريق ويضمن أيضا مشاركة الفريق الذي يلعب النهائي في المسابقة في الموسم المقبل. أكيد. حتى على مستوى أبطال إفريقيا أيضا لابد أنه الفريق الفائز أن يمنح مقعدا إضافيا للبلد الذي ينتمي إليه، حتى نعطي أيضا قيمة أكبر للفريق الذي يتوج باللقب. جمال السطيفي الناقد الرياضي المغربي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق للكرة المغربية خلال الفترة القادمة.